بالنسبة لهذه القضية هو من أبشع الجرائم اللي يمكننا أننا نتصوروها توقع، هي هتك عرض أطفال، أطفال كتقل السن ديالهم على 12 سنة. العقوبة ديال هذا الفعل المشرع سن على أن أقصى عقوبة كتوصل حتى ل 20 سنة، اللي كتعتبر في النظر ديالنا عقوبة بسيطة، لأن نظرا للآثار السلبية اللي كتبقى مصاحبة داك الطفل طيلة حياته، لأن الحياة ديالو كتدمر إثر هذاك الفعل اللي قام به المتهم. حنا كان ما يمكننا كعنصر من المجتمع وكهيئة دفاع إلا أننا ندوب بهذه الأفعال، وأننا نقوم بجميع ما يلزم لحماية حقوق الأطفال المغتصبين، وأن هذه الحقوق حنا كنطالبوا كذلك المشرع أنه يعيد النظر في سن التدابير الحمائية اللي كتزيد في تفشي هذه الظاهرة. إذا التدابير الحمائية خصها تزيد تعزز الحماية للأطفال من المجتمع اللي دار بهم، وحتى في بعض الأحيان تتكون حماية من أقرب الناس لهم. يعني بعض الخطرات كنشوفوا أن الآباء ديالهم تيكونوا لظروف حنايا ما تيمكنناش أننا ندخلوا فيها، تيكونوا عاجزين على أنهم يدافعوا على الحقوق ديال ذاك الطفل المغتصب اللي هو عاجز الآن على الدفاع عن حقه، ولكن اللي غادي يكبر وغادي يوصل واحد السن غادي يلقى راسه أنه اغتصب في حياته بصفة عامة. بالنسبة للأطوار ديال القضية اليوم هي تأجلات لاستدعاء الضحايا، لأن خصهم يكونوا حاضرين باش يمكننا أننا نسمعوا من الفم ديالهم شنو وقع وشنو شنو باش شنو هي الآثار يعني في المدى القريب، لأنه هذا الشيء ماشي وقع بواحد الزمن بعيد، يعني شنو هي الآثار اللي هما عليها اليوم. وتأجلت القضية لجلسة 28 في شهر 1، وكنتمناو أن هاد الأطفال ياخذوا الحق ديالهم، وحنا ما غاديش يعني غادي نقوموا بكل الجهد ديالنا باش نحاولوا نحميو الحقوق ديال هؤلاء الضحايا. اليوم الجلسة الرابعة أو الخامسة سنعتذر لأنه متوتر شوية، الخامسة لأنه وقعتنا كارثة لداخل، أنه بسبب واحد المجرم اللي مهتك عرض 24 سمحوا لي 20 طفلة، ولحد الان تتعنت حدا القضاة، تتعنت في الجلسة المحكمة. اليوم تنلقي واحد اللوم كبير على الامهات اللي ما واكبوش الجلسة ديال ولادهم، ما واكبوش المجرم اللي هتك العرض ديالهم، اللي نزل لهم حويجاتهم، اللي ماشي اغتصبهم ولكن تحرش بهم كأنه تحرش بنساء بالغات. هناك أطفال، أنا عندي شهادة أطفال، أنا شنو ما جاو هاد الناس يتنازلوا أو شنو ما جاو يقولوا، أنا ما غنساش اليوم الأول اللي تجمعوا معايا 20 أطفال، وعندي لايفات مباشرة وأنا جالسة مع هاد الأطفال، واحترمت السن ديالهم، ما بغيتش ندوزهم في المباشر.
اما الصوت ديال الاطفال كلهم تيعاودوا لي موجود عندي اللايفات اللي مازال ما تسمحاتش موجوده الان، وهذا الشيء اللي ان شاء الله غيتم المناقشه ديالو، غيتزادوا في الملف في الايام الجايه ان شاء الله في المناقشات. اليوم طلب تاجيل لحين 28 شهر واحد باذن الله، لانه ان شاء الله غنرجعوا نديروا اعاده طلبات الخبره الطبيه، طبعا مع تقديم بعض الدلائل اللي هما لايفات مباشره في وقت نفس الايام اللي وقعت فيها الجريمه، اللي غتوضح بزاف ديال الامور اللي منهم العائلات اللي كانوا حاضرين معنا من اليوم الاول وغيابهم في هذه الجلسات هذو، لانه اغلبيه الامهات ما جاوش. منين نهضوا على 20 طفله وعندنا توكيل مجرد من جوج او ثلاثه العائلات، فهذه كارثه. انا ما بقيت مقدره ما نسميها، سميتها كارثه، سميتها مصيبه. انا ما عادش فينا هما الحقوقيين، حقوق الطفل، راه اطفال، راه بنيتات صغار، هادو غيجيو واحد النهار اللي غنوليو نسميوهم العاهرات. الا ما دافعتش انا على بنتي فانا تنعطيها ديبلوم ديال عاهره من سن 6 سنوات، وانتي وسيطتها. يعني القانون الى هاد النساء هادو تسحب لهم بان الدنيا سايبه وما كايناش متابعه قانونيه، فاكيد غيكونوا غلطانين. والحمد لله هاد الشيء اللي وقع في الجلسه اليوم، ان القاضي طالب باستدعاء النيابه العامه، باستدعاء الضحايا واولياء الامور الضحايا في الجلسه الجايه بامر قانوني، طبعا باستدعاء رسمي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.